وحشتيني يا سعاد. وانت كمان وحشتني اكتر. البيت مضلم من غيرك يا يوسف. مالا يا ولد؟ تعالى بوسني. مالا وحشني؟ مالا حبيبي وحشني يا بابا. والله العظيم كلمة بابا دي هي اللي بتصبرني على الرمية السوداء اللي انا فيها دي. بص عملت لك ايه؟ بس ما تقولش لحد. عملت لك المسدس ده، ايه رأيك فيه؟ حلو. هديه لك بعدين مع العسكري عشان ممنوع. عجبك؟ حلو قوي يا هيثم. ازيك يا سيدي؟ بتدفع بيعمل ايه؟ زي ما انت شايف اهو ماشي الحال. مالك يا سعاد؟ ماليش، مفيش حاجة يا يوسف. لا في، وانا هتوه عنك من ساعة ما جيت وانت مش على بعضك. في ايه؟ في ياسين، انتوا مخبين عليا حاجة ولا ايه؟ يا عم هنخبي عليك ايه؟ بص يا يوسف، في ايه؟ واحد الله. بصي لي يا سعاد في وشي. برنسي بيترزل عليكي تاني ولا ايه؟ مش وقته والله يا يوسف. لا وقته، بقول لك بيترزل عليكي. عرض عليا الجواز، ارتحت. ترى ايه يا سعاد؟ ده كلام يتقال؟ راجل فيه اللي مكفيه. بس ما تخافش، مراتك ب 100 راجل، انا شبشبت له وقلت له المره الجايه هرمي لك المفتاح في خلقتك. لا اله الا الله. انتوا عارفين مشكلتكم انتوا الاثنين ايه؟ كل واحد فيكم فاكر انه شايل هم لوحده. ما انتوا الاثنين محبوسين. سعاد كمان محبوسه يا يوسف. انا مش هسيبك ابدا يا يوسف. انا هكمل الاخر معاك. انا خليك ليا يا سعاد، ما احرمنيش منك ابدا. يعني اسمع من بقك ربنا، ايه خد التعملوه ده؟ انتوا في السجن بتعملوا ايه؟ دماغكم بعض بره ان شاء الله. بقول لك ايه، اسمعني، الرئيس بتاعي على القضيه بتاعتك وعاوز يقعد معاك. اتجننت يا ياسين؟ الرئيس بتاعك ده اللي بيقبض بالملايين؟ الله، انت اكل ولا بحلاق؟ وانت مالك؟ اقعد معاه، انت خسران حاجه؟ على فكره الراجل بتاع ربنا، انا شغال معاه بقالي حبه وعارف. ايوه يا سيدي بتاع ربنا، بس مفيش حد بيعمل حاجه لوجه الله. يا سيدي اقعد معاه، هتخسر ايه يا يوسف؟ لا اله الا الله. اخي سيدنا محمد رسول الله. بس هو قال لك يعني ان القضيه فيها امل؟ لا هو ما قاليش حاجه، بس يعني هيقعد معاك يتكلم في قضيه ما فيهاش امل، مش هيخاف على سمعته يعني؟ ياسين معاه حق يا يوسف، اتوكل على الله، ما تسيبش بيت ما تخبطش عليه. ونعم بالله. حقك عليا يا سعاد، انا عارف ان انا مبهدلك معايا، بس حقك عليا سامحيني. ما تشيلش هم يا يوسف، انا كويسه. منصور باذن الله. ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. احنا حاسين بيكوا، بس يعني خليك معايا، خليك معايا دلوقتي. ثق من سعاد، بكره هتقابل الريس، لو عندك اي اسئله بقى اكتبها له. ها؟ حاضر، اديني الوقت عشان ابص. يلا يا حبيبي تعالى. حبيبي هيسومه، خلي بالك من ماما، انت راجل البيت دلوقتي. ماشي؟ طب تعالى يا هيثم يا حبيبي، تعالى نجيب لماما وبابا لمون. Thank you.